قصر دولما باهيتشا المنيف أصله مستنقع تم ردمه ليصبح حديقة ملكية ليحولها السلطان عبد المجيد بعد ذلك إلى واحد من أجمل قصور أوروبا، حيث أنه أراد أن ينافس به قصر فيرساي في باريس. عن قصر دولما باهيتشا الذي شهد أحداثا غريبة في التاريخ العثماني نتحدث، وعنه اليوم سيكون هذا التقرير من قناتنا منارت الثقافة. لكن قبل أن نواصل عزيزي المتابع، ندعوك إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. ندعوك أيضا إلى زيارة موقعنا manartfirdaus.com والذي تجدون رابطه في أول تعليق. بني قصر دولما باهيتشا سنة 1843 بأمر من السلطان عبد المجيد الأول، ووفقا لعدة مصادر فإن السلطان عبد المجيد كان يعيش في قصر توبكابي الذي كان يفتقر لمظاهر الترف مقارنة بقصور أوروبا. وبما أن عمر قصر توبكابي قد جاوز 4 قرون، فلقد ضاع السلطان به ذرعا وأصبح يراه لا يليق بسلطان الدولة العثمانية، وهكذا قرر عبد المجيد بناء قصر خاص به يصل القارتين الأوروبية والآسيوية، وحرص على أن يكون آية في الجمال والترف لينافس به قصور أوروبا وخاصة قصر فيرساي في فرنسا. كانت المنطقة التي أقيم بها هذا القصر عبارة عن خليج صغير، وكانت تشرع منه حركة تمرير السفن العثمانية التي أدخلها السلطان محمد الفاتح، إلا أنه وفي وقت لاحق تم ردم هذا الخليج الذي كان أشبه بالمستنقع، فصبت فيه الحجارة والرمال ليصبح حديقة ملكية. ومن هذا الأمر جاءت تسمية دولما باهيتشا، حيث تعني التسمية في الأصل الحديقة المردومة، فكلمة دولما تعني ما يعبأ بالحجارة والتراب، وكلمة باهيتشا تعني الحديقة، إلا أن هذه الحديقة المردومة التي كانت مستنقعا أصبحت فيما بعد واحدا من أترف وأشهر قصور إسطنبول. والحقيقة فلقد اهتم بعض السلاطين بهذه الحديقة قبل أن تصبح قصرا، حيث كانت مكانا يذهب إليه بعض السلاطين للتسلية. بنى عليه عدة سلاطين قصورا خشبية إلى أن جاء عهد السلطان عبد المجيد الأول الذي قرر أن يصبح هذا المكان مركز الدولة العثمانية. يقع القصر الشهير في منطقة بشكتاش على الساحل الأوروبي من مضيق البوسفور، ولقد كان بمثابة مقر رئيسي لإقامة السلاطين العثمانيين إلى أن قرر السلطان عبد الحميد الثاني الانتقال إلى يلدز. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، نتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي أنا فردوس حافظ رشيد، إلى اللقاء.